ايه ده ايه ده، واخد بعضك ورايح على فين؟ لا مفيش خروج الا ما تتعافى باذن الله. الحمد لله انا زين. ايوه يا حبيبي الحمد لله، بس احنا برضو ما لناش غيرك يا مروان، ما انت كبرنا يا حبيبنا. ما تقلقيش انا باجي تعال خير. عاوزه فلوس؟ يعني عايز اشتري شويه حاجات كده. عاوزة تشتري شوية حاجات ولا عاوزة حقك؟ وبعدين بقى بص، انت اللي بتفتح المواضيع اهو. اصلي بيني وما بينك انا في دماغي سرينة عمالة تطلع لفوق ومش عارفة افكر. ليه كل دي؟ يعني بقول يعني لو انت يعني نويت فعلا تدي كل واحدة حقها يبقى خير وبركة. كلمي شاهد، هي محامية وعارفة كل حاجة، تحسب الحسبة والله يطلع لك أنا هديهولك. الله يكرمك. احنا هنعيده تاني يا جبرية، أصل أنت مش فاهمة حاجة يا أختي. أنا بقصد بدل مروان ناوي يدي كل واحدة حقها، ليه الكلام ده ما يبقاش على ورق؟ وبعدين في الأول وفي الآخر كل حاجة هترجع لمروان تاني وتبقى في إيده، ما هو كبرنا. طب لازمتها إيه يا عاد؟ الله، لازمتها ان الواحد يعرف راسه من رجليه. جرالك ايه يا جبريل؟ خلاص خلاص، لما تتفقوا كلموني. سلام. رايح فين؟ عند مشوار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جرالك يا جبريل، مالك يا اختي متزرزره ومضايقه روحك ليه؟ احنا مش يا وليه متفقين وتصالحنا وقلنا صافي يا لبن حليب يا قشطه، ولا انت رجعت في كلامك تاني؟ ما رجعتش، لكن اللي قلته ده يخوفني. يخوفك من ايه بس؟ وانا هاخد الفلوس واجري؟ وتاخدي فلوس ليه؟ ما انت قاعده تاكلي وتشربها، عايزه ايه تاني؟ الحمد لله. هو انا اصلا بتكلم معاكي ليه؟ انا اتكلمت مع مروان وقال لي من عيني من عيني يا أم كريمة اللي انت عايزاه، كل طلباتك مجابة. طب خلي مروان يعمل لك حاجة من غير ما يقول لي وانا اقتلك انت وهو في يوم واحد. ليه تقتلينا ليه؟ يا جبرية يا حبيبتي، انا كل اللي اقصده ان البنات يبقى معاهم حقهم على ورق مش اكتر. اها، لما يبقوا متجوزين اغراب. وليه انت هتجننيني؟ بقول على ورق مش هاخد فلوس، يبقى معاهم حقهم على ورق في حاجه دي؟ وليه تروحي تتكلمي مع مروان من غير ما تقولي لي انك هتتكلمي معاه؟ نعم يا اختي. ايه شايفاني نغه ولا عيله صغيره؟ اجي اخد منك الاذن. عن اذنك يا ابله جبريه اروح اتكلم مع عمو مروان. صح تاخدي الاذن، انا ام الولاد اللي في يدهم البيت والفلوس وكل حاجه. ما تنسيش يا ست جبريه، انا كمان مرات عبد الله الله يرحمه وعبد الحكيم الله يرحمه، يعني ليا قدك مرتين كمان. عايزه ايه بقى؟ التنين ماتوا يا حبيبتي. إيه؟ وانا اللي باقيه. ايه في ايه؟ ما تهدوا شويه، عندنا ضيوف. ضيوف مين؟ ريم وعادل يا ست جبريه. أختي جوزك المرحوم يا جوجو. يلا يا جوجو الله يرحمه، يلا ربنا موجود ياخد الكل. أهو الله كريم ينتقم من الظالم. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.